شكري أيضا لكل أعوان الاتحاد الجهوي لنشاطهم والمساهمة في سير أعمال الاتحاد، وشكري كذلك لكل مسؤول جهوي عمل على الإعانة المكتوبة أينما كان، سواء بالإرشاد أو بالتشغيل أو بالإعانة المادية. وفقكم الله في أعمالكم، ونتمنى النجاح والتوفيق للهيئة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا مرة أخرى للحاضرين جميعا. والآن سنتولى بإذن الله مناقشة التقريرين الأدبي والمالي. فالكلمة الآن موجهة إليكم، موجهة لكم جميعا لمناقشة أو من لديه سؤال أو استفسار أو اقتراح، لأنه التحاور والتواصل بالقواعد هو أساس الديمقراطية. لأنه الآن معناها عندما نتحاور ونتواصل، لأنه هذا المنبر يخول لنا التواصل مع بعضنا البعض. وأنا أتحمل مسؤوليتي الكاملة كرئيس منظمة وطنية بفروعها، سنؤكد ونقوم بالتحاور والتواصل مع بعضنا البعض إن شاء الله. وهذا المنبر الآن سنفتح الحوار، لأن الديمقراطية أساسها الحوار مع بعضنا البعض. فنحن الآن سنتحاور بجميع أطيافنا وبدون إقصاء لأي شخص أو أي إنسان، حتى الذي يختلف معنا في الرأي أو له وجهة نظر أخرى. فنحن الآن نتحاور جميعا لأخذ معناها المعلومة أو الاستفتار. الآن إذن الكلمة موجهة إليكم جميعا، للنقاش والحوار ومناقشة التقرير الأدبي والمالي. نرحب معنا بصركم، وهذا تأكيد على الديمقراطية وتأكيد على الشفافية. فالآن نرحب بعد المنفذ سي القداشي عبد العزيز الذي حل الآن ليشرف على المؤتمر الجهوي بالقيروان كمراقب وملاحظ قانوني. لماذا؟ لتأمين عملية الديمقراطية، لأن هذه الثورة إلا إن لم تتم هذه الممارسات الانتخابية الديمقراطية وكانت شرفية، فنحن قد اختلفنا وقد لم نرفع شعار الثورة. فنرحب به الآن جميعا. كما قلت لكم وأنا أؤكد على ذلك، فالحوار مفتوح لجميع الأعمار ولجميع الاختصاصات. فنحن المكفوفون نكون يد واحدة، بمعنى أنه لا فرق بين كبير وصغير، لا فرق بين امرأة كفيفة ورجل كفيف أو طفل كفيف، لا فرق بين إنسان يعمل دكتور في الجامعة أو أستاذ أو معلم أو موزع على الهاتف أو مختص في العلاج الطبيعي أو يشتغل في مهنة حرة. فنحن الآن نرفع شعار الوحدة والاتحاد من أجل الاتحاد الوطني للمكفوفين. والآن الكلمة إليكم، من أراد أن يتدخل أو يتحاور أو يتناقش فليتفضل. أعطيني ميكروس يا عبد السلام. بالله رجاء نحافظ على الهدوء ونستمع إلى بعضنا البعض. لماذا؟ لأنه كل إنسان له رأي يحترم، ورأيه قد يكون صواب ويحفظ الخطأ،
كما قد يكون الرأي الآخر خاطئ يحمل الصواب. لذلك فإننا نؤكد على الاستماع مع بعضنا البعض، ومن أراد أن يتدخل فليأخذ الكلمة، والمصلح إليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد علي الهداجي، منظور بالاتحاد الجهوي للمكفوفين. نرحب بسيد رئيس الاتحاد الوطني للمكفوفين جميع الأعضاء، وأول مرة تزورنا المرواح الرئيس، مرحبا بك. ويقول لي نحن في الديمقراطية الصحة، خاطر إذا كان نقول رئيس الاتحاد حضر في المؤتمر الجهوي رجل راهي ماهيش بالسهل. أول ما نبداو سيد الرئيس نبداو برموز الاتحاد بتاعنا. اللي فما رموز ما يلزمش تمثل من النوم، هذا حسب رأيي أنا، ما عرفش ما نلزمش بها حتى حد. كما السيد أمير ماس فتح كبيرة يكثر خير وعاملنا برشا. يرحم والديه وهذا رأيي أنا مش رأي حتى حد. صفات كبيرة إذا كان نقولوا هو نقولوا إنسان نظيف، نقولوا إنسان نستحقوه في الاتحاد. هذه الدرجة الأولى. إذا كان نقولوا في الأعضاء جدد مش ينتخبوا، نتمناو أنهم يخدموا الاتحاد، وطالبين حتى شيئا، طالبين كمنظورين أن نكونوا موجودين في وسط الاتحاد. كي ندخلوا الاتحاد نلقاو شكون يسمعنا، كي ندخلوا الاتحاد نلقاو مساعدة تعاون حتى بالكلمة الطيبة، مش لازم الفلوس، مش لازم علينا ناخذوا فلوسنا. أنا كي يجيو الاتحاد نلقاو بيبان محلولة، فما عباد تخدم في وسطه، هذا المطلوب، وطالبين حتى شيء، طالبين أنه يسمع، أنه يرشدك، أنه يبعثك الحق تقديرك، خاطر وصلنا في وقت في عهد فات مش عم نحكي شكون كان، وصلنا في وقت كي تدخل الاتحاد الجهوي تلقى شكون يموك، شكون يخرجك من الاتحاد، شكون يقول لك برا الفلان، وقت اليوم مش يقديرك، ما حسوش بيك، يحب يبعدك من وجهه، نحن يعني نحب نتجاوزوا المراحل هذه كلها. نتمنيو من الاعضاء الجدد اللي مش يكونوا والرئيس الجديد اللي مش يكون انه يخدم الاتحاد بصدق، انه يخدم الاتحاد بنزاهه بشفافيه باللي موجود. ما عندنا ما عندناش مش يضل عندنا مخبين على العباد، مش يضل عندنا فلوس نبعثوا في غيرنا، لا ما عندناش. سبحان الله ما وقع في شر ما عندناش اعانات نجم يقول، اما نصدق القول هذا المطلوب. سيد رئيس الاتحاد الوطني، سيد الاعضاء، فما حوايج والله نحبوا نحكيو فيها شويه، اللي هي الورشات. عندنا في الاتحاد الجهوي عندنا اسباس وعندنا فضاء كبير برشا. حتى ورشه فيها ما يتخدم تو. بالرغم اللي برشا منظورين يستحقوا انهم يتكونوا، انهم يستحقوا انهم يتعاونوا، يستحقوا انهم حتى وهم صغار. عندنا نحن منظورين وعندنا مكفوفين من عمرهم 15 16 14 في العادي انهم يتكونوا في وسط الجهه نتاعهم. اذا كان ما مشيش يرشدوا على الاقل يتكونوا في وسط الجهه نتاعهم. الحافز الرئيس، الحافز هذه مشكلة، هذه نحن نحكيو فيها من قبل الثورة، وعملنا فيها وحكينا لا واحد يسمعنا. معنا يجيها لا نخرجوا رحلات، لا نمشيو للبلاصة، كان مش ناخذوا كار بمزية كثر خيرهم، كان واخذين اشكال، أنا قاعدين نتفرجوا كي العباد. بينما في أوضاع أخرى، وفي تحليلات أخرى، كما متخلفين هنا عندهم حافز نتاعهم. عندهم رحلاتهم، عندهم خرجاتهم، وما نحكيوش نهار الرحلات شي يقع، اللي جاي كل واحد معرفته، واللي ما يحبش يطلع مكفوف، واللي ما يجددش يجي مكفوف، واللي يضرب على الكرسي، هذا الكل موجود، ماذا بينا نتجاوزوا المراحل هذه الكل. اثنين سيد الرئيس، اللهم صل وسلم، توزيع الاعانات والبلد الصغرى، توزيع الاعانات هذايا تتمناو اللي يستحق ياخذ، يعني قادر باش نخدم وناخذ 10,000 في البركه. غيري مش قادر. أنا عندنا في الجهة سيد الرئيس اللي حفوز عليها الحاجة السبيخة ما نعرفش في أي بلاصة كانت، فما شكون عنده أربع معاقين ومكفوفين زاد هذاك الزلمة. كي مشيت أنا للولاية باش نحاول ناخذ إعانة، لقيت مرأة قدامي من جهة معينة عندها أربع معاقين. يطيشوا فيها حاجتهم حاجة من سنة الكورة، برا منها وجا من غير. علاش؟ خاطر ما يسمعها حد في الاتحاد. خاطر هما في وقت ما يحبوا يبعثوا لهم رجول، ماذا بينا نشوفوهم هذوما راهو نسمعوهم على الاقل. الاتحادات ما عندهاش، سيدي عمر ما عندهاش، لا ما عندهاش. كان تجي تشوف تلقاهم هما ممكن غير سيدنا حافوظ يستحق، وقت ما نحن حتى في القروات هذيك. فما قانون سيد الرئيس يقول 1% تشغيل المعاقين. هذا نسمعوا به معهد البيت، معهد المحلوم، معهد دجل بن علي. هذا ما تطبق ولا سمعناه ولا رينا في حتى بلاصه.
احنا كان ناخذ موازنين تعليقات قداش من واحد نقولوا في الجمهوريه الكل فماش 5000 تكونوا في سيدي ثابت كان كل واحد فينا ياخذ بوست في اداره معينه ولا في ما نعرفش انا في معمل في اي كان القانون هذا ان شاء الله سيد الرئيس ان شاء الله يكون الاتحاد الوطني بيه حريص كل الحرص انه يتطبق وانه يكون قانون اساسي للموازنين خاصه وزاد جماعة التلفزيون خاطر نحن راهم يمكن نتكونوا ماذا بينا ناخذوا شهاده نخدموا بها مش نبداو نقرقوا بها باش نخدموا ونبداو نخبيو فيها في الدار باش نخدموا مش نقولوا بشي عربي لان احنا رانا موازنين هاك تشوفونا بلاصتنا وقت يوم يجيب لك كوفريه من وسط الاداره يهبطوا من سيرفيس معين يحطوا في وسط الاستندار على برك الاستندارست على خاطر يعرف يعدي مكان ولا اثنين وقت نحن تكونا وبياتنا صرفوا علينا وفلوس تصرفت ومشينا سيدي ثابت وتعبنا وركبنا كيران والمدروين باش ناخذوا من اخر الشيء نحاربوا بها في الوقت هذا مش موجود الامر هذا سيد الرئيس بدايه برنامج قائم برنامج جديد للاعضاء اللي باش يكون شنو هو بالضبط كيفاش نحاسبوها عليهم هذوما اذا كان على الاخر عظم الاعضاء المترشحين واللي انتخبناهم شفافية كما نقولوا نحن مصداقية كيفاش يتم البرنامج نتاعهم كيفاش نعرفوا نحن برنامجهم كيفاش مثلا زيد ولا عمر ترأس رئيس الاتحاد الجهوي نتاعنا وعنده اهداف كيفاش نحن نعرفوا الاهداف هذيا نتاعو كيفاش يبعدنا في حاجة كي ما ينفذش نعملوا معاه بالضبط والاعضاء الكل بصفة عامة كي نلقاو عضو محترم خارج على حكاية انه يكون معنا في الاتحاد وما يعاونناش وما يساعدناش شكون باش نحكيو نمشيو لرئيس الاتحاد الوطني نحكيو بها رئيس الاتحاد نتاعنا نقول الموالي شكون بالضبط انا هي السلطه المعنيه اللي تحاسب لنا الاعضاء نتاعنا في الاتحاد الجهوي بدون ما بلاش الفوضى وبلاش الاعتصامات وبلاش نحطوا معلقات على الحيط ونشهروا به ونحكيو في التراك خلينا نحكي في التراك مشى وقته هذاك ماذا بينا نلفوا ونقولوا يا فلان دوارت يا فلان راك سرقت يا فلان راك ما تطلعش في وسطنا تعرضوا هنا ماذا بينا نلفوا هذا الكل سيد الرئيس حاجه اخرى اللهم رسول الله بالنسبه للتشغيل بالنسبه لعمل الموازنات حكينا فيه ما قال الاتحاد حكينا فيه المساعدة حكينا فيها وقال حاجه بركه ان شاء الله تكون الانتخابات هذه شفافه 100% ان شاء الله اللي يستحق ياخذ قد فما عباد بالحق تستحق وفما عباد في الهيئه القديمه ما تستحقش قد خدمة مصالحها ولا خدمة نفوذها ولا مش غير نذكر العباد الناس كل تعرف بعضها هناك في الرويال قروال الرئيس اقل كلمه فيها تخرج نحن مشكلتنا في الرويال ما نحبوش نعملوا بعضنا بسم الله الرحمن الرحيم علي العدوان قديم عمري 60 سنة نظرت في الاتحاد ونمت فما حاجتين بالله ما تذكرش في التقرير هذا وقلنا لهم يا جماعة فما عنا حوانت عنا حوانت في البلاد عنا حانوت في السوق ما هيش مستنفع منه المكوفين وعنا حانوت مقابل الجامع الكبير علاش هذوما ما تذكروش على الاقل يهاون يشغلوا يعاونوا فهمتني وفما حانوت في الاتحاد التو مستغلينه هذوما نحبوا الهيئه الجديده هما كلهم وليداتنا وكلهم باهين وخاصه سي فتحي كبيرة ربي جزيه خير يدامينا وطيب وباهي وضحى وانا نعرفه من قديم زمان ربي يفضله وربي ان شاء الله يطول عمره ونشكر زاد اول مره السيد الرئيس نتاع الاتحاد الوطني زاد مرحبا به